اعرفش اتكلم الا وانا حاطه رجل على رجل. عادي عندي المشكله دي. ما اعرفش اقعد احط رجل. انا ما بعرفش احط رجل على رجل اساسا. بس انا بقى ايه، بص خلي بالك انت لازم تخليني اتكلم عشان انا ايه باجي قبل التصوير لا اتكلمي براحتك خالص. عادي ده احنا كنا اتنين صحاب عادي مع بعض. لازم افك، انا باخد وقت شويه عشان افك بعد كده. لا هتفكي بسرعه ان شاء الله. فكي بسرعه ان شاء الله. حلقه نعمل بروفه على الغنى. غنى؟ اه لا بلاش اغني والنبي. لا اغني، لا مش هغني، انا صوتي وحش جدا. وانا هساعدك برضو في الغنى. اغني؟ طب ماشي قولوا ساعدوني. طيب ما هنساعدك بس حاجه تكوني حافظاها وعارفاها. انا عارفه حبيبي يسعد اوقاته بس حته كده. والله حبيبي يسعد يسعد اوقاته بس مش فاكراها كلها. والله هي الجمله دي بس. يعني هتقعدي تغني حبيبي يسعد اوقاته بس وعدها وتكرريها 40 مره؟ طب والله، طب والله العظيم في حلو. حبيبي يسعد يسعد اوقاته وبقيتها ايه، بقيتها مش مهم بقى، احنا عايزين حبيبي يسعد اوقاته. حبيبي خمس ست حبيبي يسعد يسعد اوقاته. بلاش احراج. احنا جاهزين على ان احنا نبتدي. اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم الدماغ فيها ايه. ضيفتي النهارده نجمه، بس نجمه من طراز خاص. انا بحبها، وقبل ما اكون بحبها انا بحترمها جدا. ما ساعدنيش الحظ ان انا اشتغل معاها في ولا فيلم من اللي عملتهم، بس انا اعتقد ان المرحله الجايه ستشهد لقاء حلو جدا بيني وبينها. هي فنانه نجمه جميله رقيقه، مفيش اتنين اختلفوا على حبها. طبعا كلكم عرفتوها، النجمه الشابه الجميله حلا شيحه. وايه التقديمه الحلوه دي؟ انت تستاهلي اكتر من كده. ربنا يخليك. طبعا ازيك؟ ربنا يخليك يا حلا. انا بقول بجد انا لسان حال الناس. ويمكن انا اكون مختلط بالشارع اكتر منك. ايوه الناس بجد بتحبك وبتقدرك وبتحترمك، وده وسام اعتقد انه يبقى على صدرك يعني. الحمد لله. واضح بس انت الناس بتحبك برضو. الحمد لله. والله الحمد لله برضو. بس انت ضيفتي، لما هتبقي انت مكاني بقى المذيعه انت هتقولي الكلام. الخطوه الجايه ان شاء الله. الخطوه الجايه. منوراني ومنوره البرنامج كله. وانت عارفه طبعا ان برنامجنا اسمه الدماغ فيها ايه. يا ترى دماغ حلا شيحه فيها ايه دلوقتي؟ دلوقتي حالا وانا يعني مخضوضه، عشان دايما لما بروح تصوير اي برنامج ببقى مخضوضه. حاجه معروفه عني يعني. اشمعنى البرامج مع انك بسم الله ما شاء الله غول قدام السينما؟ قدام الكاميرا قدام حاجه ثانيه خالص، بس البرامج لا، بحس ان كل الناس هتبقى قاعده بتتفرج وقاعده مستنيه انت هتقول ايه، فببقى قلقانه يعني. لانك في السينما كمان بتبقي متقمصه الشخصيه اللي انت بتعمليها. شخصيه ثانيه مش انت. بالظبط. بالظبط. لا هي ما فيهاش صعوبه، انت قاعده مع طلعت زكريا زميلك الممثل. أيوه. وقاعدين بندردش مع بعض. أيوه. قولي لي دماغك فيها ايه دلوقتي يا حلا؟ دماغي فيها ايه؟ هو انا دماغي فيها حاجات كتير عموما. يا ريت تقولي لنا عليها. منها اولا اني يعني بدات فيلم بصوره ومشغوله شويه بالفيلم، ونفسي شكلي يطلع كويس، ونفسي اعمل دور كويس يعجب الناس، ونفسي اقدم حاجه جديده بالذات بعد الحجاب. فدماغي مشغوله قوي بالموضوع ده، فده اللي حاليا يعني. ده اللي حاليا. مستقبلا لا مش عارفه. خلينا اكلمك على عريس من جهه امنيه. اه الفيلم ده مش انا لوحدي اللي بحبه، ناس كتير جدا بتحبه. وانت كنت جميله ومتالقه فيه. بس والله. لا والله العظيم. والله. انا ما بجاملش والله يا حلا، انا ما بجاملش يعني. عارفه مش بيقولوا عدوك ابن كرك؟ لا بس الواحد بجد لما بيشوف حاجه حلوه بيقول. ايوه. شفتي العلاقه اللي انت كنت عاملاها مع النجم الكبير سعد الامام؟ طبعا. ايه رايك في العلاقه دي عموما، ان الاب يكون بيحب بنته كل هذا الحب؟ انا عندي مشكله ان انا ابويا يعني بيحبني بنفس القدر ده في الفيلم. الله. يعني الله. حتى استاذ عادل لما جاء الدور واتكلم معايا فيه، هو عارف ابويا بيفكر، عارف ان ابويا بيحبني نفس الحاجه. هو فاهم ده جدا يعني. فقال له يا شيحه وبتاع، انا عارف ان نفس اللي بيحصل في الواقع ده هيحصل دلوقتي في الفيلم.
فيعني انا بابايا بيحبني جدا. يعني نقدر نقول إجابة على السؤال ده إن في فعلا حالة من الحالات دي بتحصل بجد، بس مش زي الفيلم، اه طبعا في إن اكيد باباكي موجود. مرتبط بيكي جدا، بس مش لدرجة اللي حصل في الفيلم. اه لا موجود طبعا، ده وده، بس على فكرة الحالة دي موجودة، يعني الحالة دي موجودة فعلا في الحياة. في فعلا احيانا بيبقى اب بيحب بنته كده زيادة كده، وام برضو ساعات بيبقى الام يعني العكس، يعني طب سؤال ده خبيث موجود. مني شوية. ماشي خبيث، بس انت مش خبيث خالص، انت طيب جدا. حب بابا ده اه والله ليك انت لوحدك ولا لهنا ورشا ومايا؟ ومايا. لا لينا كلنا والله، ده بجد والله مش بقى لينا كلنا، بس طب هو عمل قلب كده بنته مع جوز، بكريه مع فدايما. جوز هنا؟ لا بس انا بس جاي اهدي النفوس، انا ما اقصدش حاجه خالص، ما يعني. انا عارفه والله هديتها فعلا. لا هو يعني هو بيحبنا كلنا، بس انا عنده البكريه، فدايما الاولانيه البكري ده طبعا، بيبقى ليه يعني اول فرحته اول زي ما فرحته بالظبط. بيسموه. اه انت عارفه ان في عاده في جزيره كده في جنوب المحيط الهادي، في قبيله، اه الشاب والفتاه بيروحوا لعمده القبيله. كل شاب وكل فتاة. كل شاب وكل فتاه بيروحوا لشيخ القبيله ده، بيطقش دماغهم في بعض، ده ليه؟ وبكده يبقوا يتجوزوا؟ اتجوزوا. اه في فعلا حاجة كده، لا بيضربوا العروسة براسها يغمى عليها فعريسها يشيلها، دي المعلومة اللي أنا عارفاها يعني، لا حول ولا يشيلها قوة اه، إلا وإن كده بالله. اتجوزها خلاص عشان تفوت اللي في الشارع مرة واحدة. يعني بيغمى عليها. بيغمى عليها بالظبط، وبياخدوا بيشيلوها فعلا، بيشيلها عريسها بيوديها بقى عش الزوجية، اللي بيبقوا عاملين تقريبا بيوت بقى في الحتت دي القش كلها. أنا شفت حاجة كده أعرفها من زي يعني في فيلم، وقريت عنها فعلا زمان. واكيد ما هو هنا برضو المعلومه اللي عندنا دي، لما هيتقشوا دماغتهم في بعض اكيد هي هيغمى عليها أكيد هيغمى عليها أكيد. اه وهيشيلها أكيد برضو. برضو. اه ده نفس في الحاجة. معلومه تانية قلناها برضو في حلقه تانية، ان ابو العروسه في بلد برضو معينه اه بيشيلها لغايه بيت العريس، اه يعني لو هي في بولاق وهتسكن في مصر الجديده اه يشيلها. هل لهذا السبب الست بتبقى حريصه دايما انها بتحافظ على وزنها عشان الموقف ده بالتحديد ولا يعني عموما؟ هو عموما الست بتحب تحافظ على وزنها، ده عموما يعني انا بحاول احافظ على وزني. انا بحب اكل جدا، وبحب الشوكولاتات مثلا جدا يعني، فعندي مشكله مع الشوكولاته بصراحه، يعني لما اكون فتره قاعده مثلا ما عنديش حاجه لازم اكل شوكولاتات كتير، فده ده الوقت اللي انا بتخن بملى سنه فيه، بس انا مش من النوع اللي لا لا خالص، انت من بتخن. اول ما طلعتي طب الحمد انت لله وانت طلعت ايه محافظه على وزنك. يزرق؟ ايه اخبارك انت؟ في ايه؟ انا ما بتشالش. انت ما بتاكلش شوكولاتات؟ حالا انت اتضربتي وانت تلميذه في المدرسه؟ اتضربت؟ اه انا اتضربت فعلا، ازاي كنت بتضربي ازاي؟ اتضربت هي مرة واحدة يعني، اتضربت مدرسة فرنسية. انا ما اعرفش انا يعني كنت يعني كنت يعني انا على طول مش فرنسية، ما كنتش شاطرة في الاعراب والحاجات دي خالص يعني، فطلعتني هو مرة على الفرنساوي السبورة. فيه اعراب؟ اه في الفيرب، الفيربات اللي هي ده امتى دخلوا الحاجات دي؟ النحو يعني، نحو الفرنساوي يعني. في الفرنساوي اللي هو بتعريب الجملة زي العربي اه كده؟ في حاجات كده. اه يعني ده فاعل مرفوع بالضمة. اه ما طب ايه ده؟ ازاي يعني؟ في انا فعلا اول كده. مرة اعرف المعلومة دي. لا في مش في فيرب انا اعرف فيرب اتر، اترو فيرب وفيرب افوار، افوار. اه دول اشهر فيربين. اه هم دول، في حاجة ما تاني كنتش شاطرة فيهم والله؟ خالص يعني، هما كام فيرب يا ما حلو؟ كنتش فاهمة ليه يعني جو في تو فا والحاجات دي، ما كنتش مهم، مش ده المهم. الفكرة ان هي طلعتني اكتب على السبورة، اعرب يعني اعرب الجملة دي على السبورة، وانا طبعا مش وهي كانت شديدة شوية، فلفيت قلت لها انا مش عارفه بصراحه يعني، فجاه لقيت طخ قلم، ده المره الوحيده اللي ضربت فيها يعني كده. نرجع تاني للضرب في المدارس، تمام. لان ده الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. لا يعني هي المره دي كانت المره دي وبس يعني، طب انت ايه رأيك في الموضوع ده اللي لا ما بيحصل في بحبش الضرب مدارسنا في المدارس، دلوقتي؟ ما بحبش اصلا حد يضرب حد يعني، والطفل بالذات، لان الطفل بيتاثر بكل حاجه، فما طب خدي بحبش. المعلومة دي بقى، طيب شوفي بقى جاي من القسوة مصدر. بقى اللي في الحكاية. تمام. في مدرسة بلغ بيها الوحشية، دي مدرسة روسية، بلغ بيها الوحشية مع الأطفال في الحضانة، إنها لزقت بقهم بشريط لاصق
لأنهم رفضوا الانصياع لأوامرها. شفتي عنف أغبى من كده؟ حطت لهم لزقت، قفلت لهم بقهم، حطت لهم شكرتون بتاع الكهرباء. روسية؟ روسية. اه ده هيسوقنا بقى للعنف اللي موجود في مدارسنا دلوقتي، علاقة الأساتذة المدرسين بالتلاميذ. الضرب تلاقي ماسك خرزانة بيلسوع بيها جامد جدا. وساعات في عقاب، عقاب بيبقى يعني أنا فاكر هقول لك معلومة، أنا ما كنت في ثانوي، كنت في مدرسة اسمها السيد محمد كريم الثانوية. السيد محمد كريم دي في اسكندرية؟ في اسكندرية. أنت اسكندراني؟ أنا اسكندراني. إيه المفاجأة دي؟ طبعا ما أنت اسكندرانية. أنا اسكندراني. محمد كريم دي يعني مدرسة جدتي ومدرسة أبويا، يعني دي اسكندرية. يعني قصدك ان انا دفعه قديمه؟ انا اصلا عارفاها المدرسه، هي المدرسه كمان موجوده لغايه دلوقتي يعني. قريب عارفاها. سبحان الله. فكان في تمثال للسيد محمد كريم قدام مكتب المدير، فكان اللي بيغلط مننا بيخلوه يحضن التمثال بتاع السيد محمد كريم. بكلمك بجد والله. بيحضنه وحد من الزملاء بيمسك ايدي وانا حاضن عشان ما تملص من التمثال، والاستاذ بيقعد بالخرزانه العبط، عارفه انت سمعتي ان يقول لك بيعبطه؟ أيوة أيوة. يعني بيضرب بيعذبه على ظهره. فعلا كان بيعمل كده؟ كان كده؟ طبعا ده كان بيحصل. لا طبعا ده حاجه وحشه جدا يعني. شيء قاسي جدا. شيء صعب جدا. طبعا اكيد. بس بيقولوا بيجيب نتيجه مع ناس وما بيجيبش نتيجه لا مع ناس. لا بس برضه مفيش حاجه، العنف اكيد ما بيجيبش نتيجه مع اي حد، العنف بيولد عنف. يعني رايي كده يعني. لكن المعامله الحلوه للطفل دي حاجه مهمه جدا، ان احنا ننزل لدماغ الاطفال حاجه مهمه جدا. ما نعملهمش ان هم فاهمين كل حاجه، لان هم مش فاهمين كل حاجه. محتاجين حد يعني يفهمهم، يقرب لهم، يسمعهم. فده مهم جدا يعني، ده مش موجود قوي. بعدين افلامنا برضو، الافلام العالميه، في حاجات كتير قوي بقت احنا منفتحين على العالم كله، في ظواهر، الطفل بقى عنده فاهم كل حاجه وعارف كل حاجه. والعنف زاد، الفايلنت ده زاد، بيزيد كل سنه. انا سمعت ان بيزيد، في معدل للعنف كل سنه بيزيد يعني اكتر من السنه اللي قبلها. نادي عليه ازاي بقى نتخلص من كل المدارس يعني؟ طب انت تنصحي ايه بايه كل ام واب يعني بيجي لهم ابنهم المدرسه؟ انصحهم ان هم على الاقل ده ما يقدروا يحاولوا يحتووا اولادهم يعني، يحاولوا يعني يحافظوا عليهم، يحاولوا يقربوا لهم، يحاولوا يعني يدوهم الحب يعني. بس يعني لو ابنك رجع لك مضروب حاله، لو ابني رجع لي مضروب دي مشكلة. احنا ايه دخلنا في مشكلة كده؟ عشان دي مشكلة فعلا ناس كتير جدا بتعاني منها دلوقتي. انت رايحة لان ابنك جالك قال لك انا ضربته؟ مشكلة جامدة جدا يعني. يعني ممكن توصل لوزير ممكن التعليم. توصل. طبعا. هل انت انسانة غيورة شوية؟ غيورة؟ غيورة. غيورة. ليه بتقولي كده؟ السؤال بتفاجئني يوسف. انا انسانه غيوره شويه. زي اي بنت يعني. اكيد يعني. طيب بس أنا غيرتي حلوه، مش غيره ومش بافور يعني. يعني بغير غيره معقوله يعني، اللي هو هغير على حبيبي، هغير على حاجه بحبها، هغير على بيتي، هغير على الحاجات اللي بحبها بغير عليها. انا بسالك السؤال ده عشان في دراسه اجراها المركز القومي للبحوث النهارده، في دراسات كتير قوي. امال ايه؟ كل دراسات دراسات. امال ايه؟ اجراها المركز القومي للبحوث الجنائيه والاجتماعيه بيؤكد ان 30% من الزوجات يضربن ازواجهن. الزوجات ده فين؟ فين؟ فين تاني؟ عندنا. عندنا هنا في مصر؟ المركز القومي للبحوث الجنائيه والاجتماعيه. مش في اللي ذبحوهم و ذبحوا؟ لا، الذبح ده الله يرحمهم كل اللي اتذبحوا دول. تمام. لا احنا على الضرب. 30% من الزوجات يضربن ازواجهن. طيب مش عارف والله العظيم. هو يعني اصل في حاجات كتير قوي بقى يعني، مش عايزه ما بحبش اخش يعني. هو في حاجات كتير قوي غلط، احنا مبنيه غلط اصلا من الاول. في علاقات اصلا بتتبني غلط وبتبدا غلط، ويعني الاثنين بيرتبطوا ببعض اصلا عشان مش عارفين ليه اصلا مرتبطوا ببعض. مش عارفين عشان هما بيحبوا بعض ولا عشان، او بيبقى في الاول احنا بنحب بعض فبيتجوزوا. بس مفيش بينهم قيم الاساسيه دي. بين القيم دي حاجه مهمه جدا، هو اخدها ليه وهي اخدته ليه من الاول. بعدين الثقه مهمه قوي يعني، راجل الست لازم تثق في جوزها وهو لازم يثق في مراته، ما يبقاش فيه ده. فيعني يا اما بقى هو عايز يخلص من مراته. انت عملت انت واشرف عبد الباقي فيلم اريد خلعا. اريد خلعا. ايه رايك في الخلع؟ هو يعني للحظه
بيبقى يعني حالة تنفسية عن الست. حالة تنفسية. حسيت كده وانا بشتغل فيلم ان هو مثلا ممكن ابقى فعلا وصلت مرحلة ان انا وعايزة اضايقه فانا هخلعه بقى، وعندي القدرة ان انا اعمل كده. تمام. بس انا في الفيلم يعني كنت ضد، يعني انا في الاخر برجع عن قراري، ده اللي انا كنت نفسي الناس يعرفوه او يوصل للناس ان انا اخدت فعلا الخطوة دي عشان اضايقه بس بحبه. وفي الاخر لما في الاخر خالص الفعل الموضوع هيتم، فلا فقلت له في الاخر انا بحبك يعني ما اقدرش استغنى عنك وبحبك كده. فهي بتربي بس يعني انا قرصت على ودانه كده، قرصت ودن. قرصت ودن من زمان ما كانش فيه الكلام ده، كان الراجل هو اللي بيملك. بالظبط. دلوقتي دلوقتي الست الست بقى ليها بتقرص. قدره في كل حاجه، الست تشتغل والست تقدر هي تصرف وتقدر هي تعمل، فدايما بقى عندها احساس ان هي مش محتاجه حد. انتهت المواضيع اللي هنتكلم فيها، نغني شويه بعد اذنك. حالة هتغني لنا؟ حسيت ان انا قاعده سسبنس، انا مستنيه السؤال اللي هيجي ايه هيبقى ايه. لا انتهت بس الاسئله الاسئله عشان كلها اريح. كانت علميه جدا يعني، مش كده؟ انا مش علميه قوي، ما انا احنا ما حاولت. احنا بنقول الدماغ فيها ايه؟ احنا بنقول لك الموضوع وبنتعرف على دماغك بتفكر في الحاجات دي ازاي؟ يعني موضوع الضرب انت رديتي فيه، ضرب العنف في المدارس انت رديتي طبعا. فيه. وطبعا انت قدوه فالناس هتسمع انا يعني ما حبيتش، كلامك. بس ايه مش عايزه ابقى يعني اقول حاجات كتير عشان مش عايزه الناس برضو ايه الناس يعني. بتحبك في كل الأحوال. ربي يخليك، ربي يخليك. انا هتغني معترضه على لنا؟ حاجات كتير. طب بالمناسبه دي طالما الناس بتحبني، انا معترضه بصراحه على حاجات طب كتير. قولي لنا بقى، نفسي افتحي لنا حاجات كتير قلبك قوي كده، تتغير. افتحي لنا قلبك نفسي الناس زي ايه؟ تتكلم تعبر عن احساسها. احنا شعب بيخاف يتكلم. نفسي الناس تقول احنا مش عاجبنا حاجه، يقولوا رايهم. مش لا هيخسروا حاجه ولا عيب ولا حرام ولا اي حاجه. احنا دايما ساكتين عن حاجات كتير قوي ما بتعجبناش، فتعودنا عليها فبقت وبنتضايق، وفي الاخر بنقول احنا متضايقين. طب ما احنا اللي ما بنعملش اي خطوه ايجابيه يعني. فاحنا محتاجين، نفسي بقول للناس ده مني يعني، للناس ان نفسي يعملوا ده، ان هم على الاقل يقدروا يقولوا لا او او لا يعني، يقولوا لا. نفسي نحب بلدنا اكتر، نحب مصر اكتر يعني. ومصر، وانا نفسي اصلا مش عايزه اقول مصر، ما بحبش بصراحه الكلمه دي. انا مصري وانا لبناني وانا سوري والحاجات دي، ده اللي في دماغي بقى. دماغي ان انا بحس ان احنا كلنا واحد، وكلنا عرب، وكلنا يعني امه واحده يعني. يعني نحب بلادنا. نحب بلادنا بالظبط. آه. نحب نفسنا، نحب ربنا، عشان لما نحب ربنا نحب كل حاجه. ونعم لان بالله. لما نحب ربنا هنعرف ان يعني يعني من حبنا ليه هنحب كل حاجه في الدنيا، يعني هلا بنستنى نعمل حاجه عشان تبقى حلوه. ارتحتي نفسيا بعد ما لبستي الحجاب؟ طبعا اكيد ارتحتي نفسيا. طبعا تحت نفسيا كتير جدا 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 طبعا. اه احساس تاني خالص بصراحه. مش بشجع بس احساس تاني يعني، تحس بحس ان انا مبسوطه جدا الحمد لله، وراضيه عن كل اللي كل انت حاجه بتعمليه. حلوه حلوه يا رب يا حلوه رب على طول يديم يعني. عليكي كده هذا الكرم يا يعني. رب. وبالمناسبة الحلوة دي بقى، تغني لنا حاجة بعد إذنك؟ اغني لكم حاجة وانا لسه انت بتقول لي وانا صوتي وحش. احنا يعني عندنا لازم تغني. لازم اغني. طيب بس اسمحي لي اقدمك الاول. طيب هتقدم مطرب الشاب. اعزائي المشاهدين، والان مع النجمة المطربة المتألقة حالة شيحة. الحمد لله. اتفضلي استاذ محمد العواد. وحنشز بقى وما حدش يزعل بقى مني. براحتك خالص. طيب. وانا هساعدك بقدر المستطاع. اول مره تحب يا قلبي، واول يوم اتهنى، كان على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنه. أول مرة تحب يا قلبي، وأول يوم اتهنى، كان على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة أول مرة حب قاسية، ليه بيقولوا شجن ودموع؟ أول حب يمر عليا ألقى الدنيا فرح وشموع. افرح واملى الدنيا أغاني، يا
هنعشق تاني، افرح واملى الدنيا اغاني، لا لا انت هنعشق تاني، اول مره اول مره. شكرا شكرا، حلو، مبسوط، انت جميل. حالا احنا عندنا اربع اسئله كده في المعلومات العامه، تمام، هنسالهم لك كده وربنا يبقى معاكي وتجاوبيهم ان شاء الله. ان شاء الله. جاهزه؟ اه ان شاء الله. يلا. ما هو البلد العربي الذي تطل سواحله الغربيه على البحر وسواحله الشرقيه على الخليج؟ ثلاث اختيارات، حاولهم. تمام. المملكه العربيه السعوديه، اليمن، سلطنه عمان. المملكة العربية السعودية. إجابة صحيحة، ربنا يفتح عليكي وعلينا إن شاء الله. أنا مش عايز يحرجني بس. السؤال الثاني، ما هو البلد العربي برضه أوكي الذي ليس له منافذ بحرية؟ هل الأردن، قطر؟ هل لا يوجد بلد عربي ليس له منافذ بحرية؟ حلو السؤال ده. لا، في بلد ملوش منفذ، انا فاكره كان هي كده اللي هي ايه، يعني قطر يمكن. ايه قطر؟ إجابة. لا قطر ليها، ما لسه، ما انا كنت هقول لك ان قطر ليها. بديكي فرصه تانية، فرصه اخيره الحق. الاردن ولا قطر؟ الأردن. ولا لا يوجد بلد عربي ليس له منافذ؟ لا يوجد. اجابه صحيحه، لا يوجد. ربنا يفتح عليك وعلينا. يبقى اخد كام كده؟ ايه كده؟ اتنين كده. اتنين؟ اتنين من اتنين. اتنين من اتنين، تمام. 10-10. ايوه. السؤال الثالث، اخبار الملاكمه ايه؟ بتعرفي تلعبي ملاكمه؟ ملاكمه؟ لا. سؤالنا اللي جاي في الملاكمه. لا بس اسالني. اسالك؟ مش شرط، نجرب يعني. مما تتالف هيئه التحكيم في الملاكمه، او كم عدد الحكام في ماتشات الملاكمة؟ ثلاث حكام، اربع حكام، خمس حكام؟ خمس حكام. اجابة صحيحة. انا فاكرة بس عشان من الافلام يعني. كتير قاعدين صف كده. ايوة صح، اجابة صحيحة، ربنا يفرح علينا وعليكي. والله ما غششنيش. والله بجد ما حدش غششني. فاضل لك سؤال. يلا. الرابع، متى تم تأسيس مجلس التعاون الخليجي؟ الخليجي سنة 1980، 1985، ولا 81؟ انا مش عارفه بصراحه. 80، 81، 85. قوليها كده، ارزعيها وخلاص. قوليها كده بالبركه. قولي بالبركه. طيب خمسه. لا، انا هي في النص، اللي في النص. 82، 83؟ مفيش، انا ما اقول، انا قلت 80. 81، 85. اجابه صحيحه، ربنا يفتح عليك. الحمد لله، هنعدي المنش. اربعه من اربعه يا حبيبي. تمام، حلو جدا، الحمد لله. ودلوقتي جه سؤال حضراتكم في المنازل، واللي هتقدمه لكم وانا اللي هقدمه. النجمه حلا شيحه، اتفضلي. طيب، متى نالت المغرب استقلالها؟ سنة 1955، ولا 1956، ولا 1961؟ وإن شاء الله الإجابة مع أغششهم. طيب، حالة انا كنت سعيد جدا بيك النهارده بجد، انت شرفتينا وشرفتي البرنامج. اعزائي المشاهدين، شكرا، والى لقاء اخر ونجم اخر وبرنامجكم الدماغ فيها ايه، والسلام عليكم ورحمه الله.